قالوا الناس المستنيرة واللي بتفهم في الدين يا جهلة بالدين. شريكة ايوه هنا اهو. بص يا ريم بص بص بس حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نيجي نبص على مواقع التواصل الاجتماعي في ال 24 ساعة اللي فاتوا هنلاقي فيها اخبار كتيرة منتشرة على السوشيال ميديا، لكن وقفت عند كام خبر كده كنت حابب اشاركهم مع حضراتكم في حلقة النهاردة. اول خبر هنتكلم فيه عن مين؟ عن إلهام شاهين بعد الفضيحة اللي حصلت لها بعد اختام مهرجان الجونة السينمائي امبارح، وخصوصا اللي هي كانت بتستشهد باحد الشيوخ عشان ينصفها، لكن الشيخ ده تحديدا طلع وحطها في موقف محرج جدا، وهعرض الكلام ده على حضراتكم في حلقه النهارده. مش بس كده، هعرض على حضراتكم في حلقه النهارده فضيحه اخلاقيه بمعنى الكلمه للفنانه ريم البارودي. بغض النظر عن مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظه سقوطها، هعرضه برده على حضراتكم في حلقه النهارده، لكن للاسف كان في مواقف مغزيه جدا في ختام فعاليات مهرجان الجونه السينمائي، هعرضها على حضراتكم في حلقه النهارده. طب ايه حكايه طرد حسن ابو الروس من مهرجان الجونه السينمائي في ختام الفعاليات بسبب دينا الشربيني وعمرو دياب؟ ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده، استنوني بعد الفاصل. لو انت اول مره بتشوفونا يا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وتشوفوا. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا الكلام. اول خبر هتكلم مع حضراتكم فيه وهو عن الفنانه الهام شاهين. طبعا حضراتكم شفتوا الجدل اللي عملته الفنانه الهام شاهين طول مهرجان الجونه السينمائي، سواء من فساتين عري او مظاهر غير لائقه ظهرت بيها، وكاس الخمره اللي كانت ظاهره بيه لما يسرى كانت بتغني مع سميح سويرس، وطبعا بعد كميه الفضايح اللي عملتها الهام شاهين طول مهرجان الجونه طلعت في احد اللقاءات التلفزيونيه وكانت بتقول ان احنا تحديدا نروح نسال الشيخ خالد الجندي عن ان اللي بيحصل ده صح ولا غلط، لان الشيخ خالد الجندي قيمه دينيه كبيره جدا وعنده من العلم اللي هو يقدر يفتي في امور المسلمين. نوري ده بيهاجموكي، طب بيهاجموني ليه يا جماعه؟ بيقول لك ازاي ده حرام، طب ما تاخدوش رايي، خدوا راي الدين. خالد الجندي اسالوا الدكتور سعد الدين الهلالي، اسالوا الدكتور احمد وسام امين عام الفتوى بالازهر، اسالوا الناس المستنيره واللي بتفهم في الدين يا جهله بالدين. ناس ليس لها حيثيه وناس قاعده بتتسلى، انا ما عنديش وقت اتسلى ولا عندي وقت لاقنع حد بوجهه نظري ولا اشكر حد على انه موافقني على وجهه نظري. زي ما حضراتكم شفتوا كده، الهام شاهين بتطلب مننا ان احنا نروح نسال الشيخ خالد الجندي عن مهرجان الجونه وعن ايه اللي بيحصل هناك. قلت لحضراتكم ان الهام شاهين متعمده تركب الترند. تعال نشوف راي الشيخ خالد الجندي في الموضوع ده ونرجع نتكلم مع حضراتكم تاني. وفي نساء متبرجات وفي مسخره وفي معرفش ايه. انا مش في حاله تصادم مع منظمي هذا المهرجان ولا مع المكان اللي بينظمه، لا، انما نتكلم بشكل عام. العري مرفوض، طريقه الفساد الاخلاقي مرفوضه، عري النساء مرفوض، كون النساء تتحول الى سلعه كما لو في سوق النخاسه بالعرض اجسادهن لخدمه اي هدف، هذا لا ينتمي لا للفن ولا للخلق ولا للدين ولا للحياة. زي ما حضراتكم شفتوا كده، ده راي الشيخ خالد الجندي وراي اي حد غيور على دينه وعلى مصر. المظاهر اللي ظهرت بيها الهام شاهين وغيرها من الفنانين في مهرجان الجونه لا تعبر الا على الفنانين والوسط الفني، ما تعبرش عن الشعب المصري. وافضل اكرر الجمله دي في كل حلقه بتكلم فيها عن مهرجان الجونه، لان بالفعل يا جماعه اللي حصل في مهرجان الجونه ده فضيحه، ولازم نوقف المهزله دي، لان الموضوع ده هيتكرر السنه الجايه والسنه اللي بعدها، وكل سنه هتلاقوا الفنانين بيقلعوا اكتر من السنه اللي قبلها ويفضحونا اكتر واكتر. كل التقدير لكل اخواتي من الشعب المصري، وانا باكد على حضراتكم ان الناس دي لا تمثلنا. نيجي لتاني خبر معانا في حلقه النهارده وهو عن ريم البارودي. ريم البارودي برضو زيها زي كتير من الفنانين كانت ظاهره في فستان غير لائق بالمره في مهرجان الجونه السينمائي، لكن قبل ما اعرض لحضراتكم تصريحاتها والصحفي اللي بيقول لها هاتي بوسه يا ريم، اظن بقول لحضراتكم كده كان بيقول لها كده على الريد كاربت، انتشر مقطع فيديو على السوشيال ميديا للحظه سقوط ريم البارودي على الريد كاربت، وكل الناس بدات تتداول مقطع الفيديو ده على السوشيال ميديا ويقولوا ريم البارودي وقعت على الريد كاربت. لكن الحقيقه يا جماعه ان مقطع الفيديو ده حقيقي ريم البارودي، لكن الموضوع ده كان في مهرجان القاهره السينمائي مش في مهرجان الجونه. طب ايه الصحيح بقى؟ تعالى اوريكم الصحيح. ريم البارودي جت على الريد كاربت ووقفت قدام الصحفيين، والصحفي قاعد ينده عليها يا ريم يا ريم، فريم بكل براءه قعدت تبص للصحفي مين مين مين، لحد ما لقت الصحفي اللي بينده عليها قال لها هاتي بوسه يا ريم، راحت عطت له بوسه. تعال نشوف حضراتكم ريم البارودي عملت ايه ونرجع نتكلم مع حضراتكم تاني. بوسه يا ريم، بوسه بوسه، عايز بوسه. فعلا يا فعلا انت مش منين؟ ايه
لا انا زي ما حضراتكم شفتوا ريم البارودي عطت بوسه للصحفي. مش بس كده، ظهرت بفستان غير لائق بالمره وكان ليها تعليق غير لائق على الفستان ده. رودي انت منوراني نهار. ميرسي قوي. شكرا. ايه يعني من اسود يليق بيكي قوي زياده. ميرسي اشكرك. مين بقى ملبسك؟ انا ما كنتش مهتميه بكده، بس ما بتيجي تشتغلي مع ناس بروفيشنال زي ياسمين وبتحط لك التفاصيل بتاعتها بتلغي شويه شخصيتك، تبقى هي شايفاكي بشكل تاني. للاسف الفساتين والعري بقت سمه المهرجان، وكل فنانه بتعلي على التانية وعايزه تلبس فستان فاضح اكتر من اللي قبله. زي برضو لما شفنا فيفي عبده بتدرب الناس على الرقص في ايطاليا وما كفاش اللي هي تفضحنا جوه مصر، لا طلعت تفضحنا برضو كمان في ايطاليا. يعدي مهرجان الجونه كده ما ينفعش، لازم فيفي عبده تيجي وترقص على الريد كاربت وتتصور زيها زي كتير من نجوم الفن. فيفي عبده برضو يا جماعه مش اي حد. الست اللي كانت بتموت وبين ايدين ربنا، اول لما ربنا شاف عنها عملت كميه الفضايح دي، نازله رقص في ايطاليا وتروح ترقص في مهرجان الجونه وترقص على السوشيال ميديا. اترك لحضراتكم التعليق. نيجي لاخر خبر معانا في حلقه النهارده، وهو عن الفنان حسن ابو الروس. طبعا كنا اتكلمنا مع حضراتكم عن الازمه اللي بين الفنان حسن ابو الروس والفنانه دينا الشربيني والمشاده الكلاميه اللي حصلت بينهم على البحر، واللي وصلت اللي زوجه حسن ابو الروس طلعت على مواقع التواصل الاجتماعي وبدات تهاجم دينا الشربيني وعملت لها انفولو. كل ده كلام اتكلمنا فيه في حلقه قبل كده. طب ايه الجديد في الموضوع؟ ان الفنان حسن ابو الروس تم منعه من حضور حفل ختام مهرجان الجونه السينمائي. مش غريب الموضوع ده، وخصوصا مع وجود عمرو دياب في حفل اختام المهرجان، وبعد كميه المشاكل اللي حصلت بينه وبين دينا الشربيني وبين زوجته والاشاعات اللي طلعت عن انفصاله هو وزوجته والكلام ده كله، كل ده كلام بيتقال على السوشيال ميديا. طب المهرجان قال ايه في النقطه دي تحديدا؟ المهرجان قال الفنان حسن ابو الروس بيعمل ازمات داخل المهرجان، يعني اللي هو اقتحم مثلا المؤتمر الصحفي للفنان احمد السقا داخل مهرجان الجونه السينمائي، علشان كده هم منعوه من الحضور في حفل ختام مهرجان الجونه السينمائي. لكن من وجهه نظري ان الكلام ده كلام اعلام، وان تم منع حسن ابو الروس من حضور الحفله بسبب المشكله اللي بينه وبين دينا الشربيني، ومش بعيد كمان يكون عمرو دياب اتدخل في الموضوع او دينا الشربيني ليها يد في الموضوع، لان غريب جدا ما موجود طول المهرجان. ايه اللي يخلي الازمه دي تحصل، وخصوصا بعد الخلاف اللي بينه وبين دينا الشربيني؟ وده كان اخر خبر معانا في حلقه النهارده. بس قبل ما انهي الحلقه كنت عايز اقف مع حضراتكم كده للناس اللي كانت بتدافع عن الاستاذ شريف منير بسبب هجومه على فيلم ريش، وبيقولوا ان فيلم ريش بيسيء لمصر وللعشوائيات، واللي هم بيسلطوا الضوء على العشوائيات والكلام ده. بس عايز اقف عند النقطه دي تحديدا ونتكلم بالعقل كده. ومين اساسا اللي قال الكلام ده يا جماعه؟ مش الفنان شريف والفنانين هم اللي طلعوا الاشاعات دي؟ مش بس كده، الفيلم ده اخد جوائز من مهرجان كان، وعشان الفيلم ده يخرج بره مصر اساسا ويتعرض في مهرجان كان بيعدي على جهات رقابيه، والجهات الرقابيه شافته وموافقه عليه، ما قالتش فيه عشوائيات. الحاجة التانية اللي وزارة الثقافة كرمت صناع الفيلم على الفيلم ده، يعني من وجهة نظر الدولة انه فيلم زي اي فيلم، لكن الفنانين عشان ابطاله ناس عاديين مش مشهورين بدأوا يصدروا الصورة دي للرأي العام. لكن انا من وجهة نظري انتوا زدتوا ابطال الفيلم ده نجاح لان انتوا عملتوا لهم دعاية ببلاش. دي وجهة نظري، وارد تكون صح وارد تكون غلط، الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. ولحد هنا خلصت حلقتنا. ياريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند. يلا سلام، والسلام مش ختام.